فإنه من بركات التأخر في السحور أنه مظنة أن يكسب العبد وقت إجابة الدعاء، فيتضمن أنه يكسب وقتا مشروعا ومحبوبا في الشريعة من جهة الذكر ومن جهة كذلك الدعاء، وهذا من بركات القيام للسحور في هذه أو في هذا الوقت. ثانيا أن من بركات السحور في تأخير اتباع السنة. ثالثا أن فيه مخالفة لأهل الكتاب كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. رابعا أن فيه التقوية على الصوم. خامسا أن فيه الزيادة في النشاط. سادسا أن فيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، ذلك قيل كما جاء في من يذكر في كتب الأدب وفي كتب ما ينقل عن العرب، قال ثلاثة تسوء أخلاقه: الجائع والمسافر والمريض. وهذا واقع. كذلك من البركة ما يحصل من الرغبة في الازدياد في الصيام، وذلك لخفة الصيام إذا كان قد تسحر المسلم فيرى الصيام خفيف، فهذا يشجعه أن يصوم متى أيام وأيام وأيام في من النوافل. الثامن البركة في صلاة الله والملائكة على المتسحرين كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وصلاة الله ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة الدعاء لهم كما ثبت ذلك عن أبي العالية. تاسعا أن الإنسان إذا أخر السحور أيضا بكونه يتسحر أن في ذلك بركة في حضور صلاة الفجر جماعة، فهذه كم؟ تسعة أمور متعلقة بالسحور ومتعلق ذلك بالبركة وبتأخير السحور.